إلى الشمال الغربي لمحافظة حضرموت، وعلى مسافة نحو 80 كيلومتر جنوبية منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، يقع مخيم الإيواء للنازحين التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي احتوى المئات من النازحين الفارين من جحيم وويلات الحرب المستعرة في البلاد، وهو المجهز لاستقبال نحو 3000 نازح. مخيم بيستقبل كل النازحين، من يعني أغلبية النازحين اللي فيه من صنعاء والحديدة، المناطق المشتد فيها الحرب، الخدمات اللي يقدمها المخيم، الموية، الكهرب، وطبعا المسكن، كل الخيام مكيفة، وحمامات، دورات مياه، برادات. ومع ارتفاع وتيرة استهداف المدنيين من قبل الميليشيات وقوات المخلوع صالح، بات المخيم الكبير في صحراء العبر بمثابة فرصة نجاة للكثير من اليمنيين الذين تركوا كل ما يملكونه خلفهم وفروا بجلودهم هربا من بطش وجحيم الممارسات الوحشية للإنقلابيين. لما احنا لجأنا للمخيم وقعدنا احنا وعيالنا بخير وعافية وسلامة وهاربين من ضرب الحوثي، من المشاكل الحوثي، يوم جينا هنا الحمد لله ان احنا ويانا بخير وعافيه وسلامه ويا رب لك الحمد. اضطرتونا حوادث واضطرتونا ونهبوا بيتنا واضطرتونا طرد وخربوا المساجد وخربوا البيوت. ورغم قساوة المناخ الصحراوي المحيط بالمخيم، الا ان توفر الخدمات الاساسيه فيه كالمياه والكهرباء ساهمت كثيرا في مساعده النازحين، خصوصا النساء والاطفال، في التخفيف عنهم من تلك القساوة. نواجم من حرب من الحديدة، من الحوثيين شرد احنا، بس الحمد لله الملك سلمان اطال هذا المخيم، والحمد لله الملك كرها، بس ناقصين الاغاثة وناقصين الصحة. وليست تلك الخدمات وحدها ما يتم توفيره في المخيم، بل وكذلك التعليم، بعد ان توصل مركز الملك سلمان لاتفاق مع السلطات المحلية في المديرية يسمح للأطفال النازحين الالتحاق بمدارسها كحالة استثنائية. بالنسبة لهؤلاء النازحين، فإن مخيم الإيواء هذا التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، والأمل الوحيد المتبقي لهم بعد أن شردتهم الحرب والميليشيا من قراهم ومنازلهم. محمد اليزيدي، لقناة بلقيس، مخيم الإيواء، صحراء العبر.